دلوقتي بنت زي كده بتغسل وبترجع من بالليل، كانت علقت محاليل في الريست بتاعهم ده في العيب في الاستراحه بتاعتهم. هي دي علقت كانت علقت محاليل عشان يجروا الجزم استوانا ما تفرفر فوق. محدش اهتم بيها ولا سال فيها خالص؟ بعد اذنك عايز اعمل حاجه كده حرام. الدكتوره اللي جابوها ولا حرام كده بدليل اكيد السنه اللي فاتت وقعت وقلت لهم قال مفيش لجنه رقابه. في دكتور مين ده؟ مفيش لجنه رقابه السنه دي. في ايوه في لجنه عارفه الاسئله حد يحلها طالما مش قادره بيغمى عليها بتموت قدام. حلتش حاجه؟ حلت نص الامتحان. هو كان حد حلل كانت مليت لهم الاجابه مش قادره تمسك القلم جسمها سايق مفيش جسم مفيش سوائل في جسمها ماتت في بقها. بنتي مريضه السكر وعندها انزلاق غضروف، يعني لو جات لها نوبه سكر هيسيبوها ينفع كده؟ لما الحكيمه ذات نفسها بتكلمها من جوه وبتقول لها بنتك قاعده عندي وما دخلتش الامتحان. انت ترضيها لحد من اخواتك او لحد من العيله؟ هي مش بنتي بس زي بنتي، انا حاطين بنتي نفسها في الموقف ده، قدري بنتي جات لها غضروف سكر دلوقتي مين هينجدها؟ مفيش دكتور جوه. مين هينجدها؟ مفيش دكتور على فكره. بس انا ما ينفعش هم بس مأمنين وعاملين بالهم من الاولاد وحافظين عليهم فين ده؟ فين؟ ايه يعني ولية الامر تقعد على جنب وتقعد تعيط عشان بنتها الحكيمه كلمتها وقلت لها ايه؟ كده ما ينفعش يا الراعي ربنا يا خلاص بقى.